فكر فيه ونقول مش لازم اكسفهم. نعم. عرفتي؟ يوما ما زقروا هالكتاب. يعني خلص اجرت انك تقدم لهم هالكتاب بدك تكمله للاخر. للاخر. طيب بتحكي عن الطبيعه حضرتك، واصلا بنحس الشغف اللي عندك للبنان للطبيعه. قد ايه هي الطبيعه لك كمصور ككاتب هي مصدر الهام؟ شوفي انا دائما بشبه الطبيعه بالام، حتى بقول انه الطبيعه يمكن اهم من الام، لان الام بتجيبنا على الدنيا وبتربينا، الطبيعه بتجيبنا على الدنيا وبنربى من خلالها وبالاخر بتستقبلنا. نعم. باحضانها، يعني بعد عندها شغله زياده عن الام كام. نعم. مشان هيك انا بعتبرها هي الام الاساسيه، هي الطبيعه اللي نحن بندمرها كل يوم بالنتيجه، خصوصا ببلد مثل بلادنا من جميع النواحي، من ناحيه الطبيعه كشجر وبيئه، من ناحيه البحر، من ناحيه الهواء. نعم. ما خلينا شيء من غير شر، ما دقرنا، المي ملوثه صارت. نعم. وما حدا عم بيطلع فيها وما حدا عنده الوعي الكافي ليقول يا عمي ما بصير نكمل هيك. نعم. هون المشكله، عم بحكي على صعيد الناس اللي بقرروا بياخذوا قرارات بالوزارات اشياء من هالنوع. ما في وعي. في استرشاء لهيدا الموضوع. ايه في استرشاء، في هممنا انه عم بيجيبنا يعني هذا بشكل واضح، والباقي كله ما فرق معنا. نعم. طب انت شو بتقترح انه ممكن ينعمل هالمناطق اللي زرتها؟ شو ناقصها اغلبيتها بالجرود تضل محافظه على ليكي وين ما كان بالعالم ثمارها بالبلاد المتطوره؟ يمكن نحن بعد ما فينا نتماثل بهالبلدين، بس مثلا باخذ فرنسا لنقول، النهار اللي بقرروا انه بدنا نوفر تلوث ونحن بنشجع كل واحد بحط بانو سولير يعمل انرجي سولير، بنعطيه دعم، يعني بتوصل دعم ل 60 70% مرات الدوله بتدفعهم، بس حطوا مرايات للضوء على الطاقه الشمسيه. صح. نحن هون بتطلعي بالبيوت بالجبال مثلا، وين القرميد؟ راح القرميد، صار ثلاث اربع خمس طوابق بطون، عندك مشاريع مرات كلها بطون بنص الجبل، مشوه البيئه بشكل فظيع. نعم. وهيدي شو بده يشيلها بعد؟ يعني هذا اللي بفزع، عدا عن الجبال اللي ماكوله، الجبل ماكول اليوم شو بيرجعه؟ ما في شيء بيرجعه بقى، وبعدنا مستمرين بهالمنطقه هيدا. مع انه في كثير ناس، يعني انا من منبر الام تي في وكتاب، في كثير ناس حكيت عن البيئه وجربت تشجر وضد الحريق وهيك، بس بتحس انه هيدا الشيء بطيء عم بيمشي. بطيء هلا كثر خيره، وانا واحد يمكن من هالعالم اللي بقول انه دائما لازم نرجع نشتغل على صعيدنا الشخصي. صح. لانه نعرف انه الدوله ما رح تعمل شيء. صح، اعطيكم حال ايد وحده ما بتزقف، يعني اذا كلنا نحن المواطنين جربنا نحافظ بنضلنا نقدر نحافظ، ما لازم نتكل على غيرنا، لانه بالنتيجه اولادنا رح يجوا ورانا، يعني شو بدنا نسلمهم؟ صح صح، شو رح نعطيهم؟ 100%. كثير بالكتاب بتخبر عن هيك بتركز على الطبيعه بشكل كثير حلو، يعني حتى هيك عم بعطي مثل، بتخبر عن النمل كيف ماشيين هيك بكثره عم بيطلعوا عم بيعمروا هيك بيتهم من الرمل. هل يا ترى هالامور التفاصيل نحن اللي بنعيش بهالمدينه وماخوذين بشغلنا بتركز ما بقى بهالستريس اللي اكل الكل، يعني بكل معنى الكلمه، قد ايه هالتفاصيل الصغيره بهالحياه بتقطع هيك مرور الكرام نحن ما بننتبه لها، ويمكن هي تكون مصدر سعاده وهي اللي بتلفتنا نظرنا اليوم. وانا هالشيء كاتبه، وقت جبت سيره النمل كاتب عنهم، مش بس احكي عن النمل، لقارن اليوم حياه النمله كحيوان بحياه الانسان، شو مغزاها ولوين رايحين؟ هل يا ترى وقت واحد بيكون عم بيشتغل بالمدينه وعم بيتحمل هالستريس القوي، هل بيطلع له وقت يوقف شوي يطلع نتفة بحاله ويفكر طيب انا وين رايح؟ شو عم بعمل؟ لشو هو؟ شو بيبسطني بالحياه؟ شو الهدف؟ هو كلهم هالاسئله هلا مرات طرحهم بهالكتاب، مع انه ما لهم علاقه دايركت. لا بس نحن بنحس انه بهالكتاب لو كان هو رحله، ما هو كمان رحله لاكتشاف النفس والاخر. من هون حبيت احكي عن مواضيع يمكن ما لها علاقه مباشره فلسفتك للحياه. مزبوط. طب شو كان اجمل شيء انت اختبرته بهالرحله بيير؟ انا اجمل شيء اختبرته بالرحله بغض النظر عن الطبيعه كطبيعه اللي انا بحب اكون موجود فيها، هي هالملاقات مع العالم، القعدات اللي قعدتها مع العالم بالجرد فوق، اللي بحسسوك انت بينك وبين نفسك قد ايه يمكن مرات بعدنا عنها لهالطبيعه، وقد ايه قيمتها كبيره، قد ايه لازم الواحد يرجع يفكر شوي، يرجع صوب الطبيعه. وبتمنى يمكن انه بقول مرات ليش مش بال
بالإدوكاسيون بالتربية بالتربية بالمدارس ما في ما بيودوا هالتلاميذ على الطبيعة بشكل يعني أكثر بخلون أكثر من الماتيماتيك إنه أوكي ماتيماتيك فهمنا ماتيماتيك يعني مين عم يستعمل الماتيماتيك بالنتيجة نسبيا من هالولاد اللي عم يتخرجوا كم واحد عم يستعمل الماتيماتيك ما هو عم يستعمل الماتيماتيك عم ينسوا الطبيعة لأنه ما درسوها يعني هيدا ما بيلغي الثاني وقد ايه بنسمع فينا نحن ندرس بالطبيعه يعني نحن كان في استاذ قد ايه بنسمع اولاد يي نحله ياي عرفتي لانه ما تقربوا منها لانه ما بيعرفوا شو هي نعم على كل حال اللي بتصور الحلو بهالناس اللي قاعدين بجرد انه هيك في مثل بيقول فلاح مكفي سلطان مخفي بتصور انه هن مبسوطين اكثر من اي انسان اليوم عنده كل الكونفار بال يعني عن جد هل عندهم هالحس بالطبيعه اللي بيعطيهم خصوصا اللي عنده انترنت قاعد عنده كل شيء بمزح اكيد في كثير عالم ما سامعين بشيء اسمه انترنت واحسن هيك يعني اصبط بالنتيجه وبتقول باخر الكتاب وهذا شيء ملفت انه ضليتك بعلاقه مع هالناس اللي لك شي سنه اللي استقبلوك بتخبر كل واحد شو صار فيه شو صار فيه طب كيف صار كيف بقي هالتواصل معهم مع انه رجعت رحت زرتهم رجعت رحت زرتهم بس رحت بالسياره هالمره لا شنو ممكن رجعت كتبت كتاب دونك كلهم رجعت شفتهم وكل واحد قدمت له رمز معين اللي حسيته انه بناسبه يعني مش كلهم نفس الشيء عرفتي انه هالشخص خبرتهم انه هن موجودين بهالكتاب يمكن ما بيعرفوا اكيد اخذوا الكتاب اكيد ولو ما عرفوا في ناس مثلا جابوا حدا ترجم لهم الباساج اللي عم بحكي عنهم فيه اكيد مرات بشوفوا صورتهم دغري بيعرفوا انه هذا الباساج عندهم طبعا نعم نعم وبعدهم لهلا بيرحبوا فيه وبتلفنوا لي بعد لهلا العلاقه ماشيه يعني مو حلو كثير حلو كثير طيب قد ايه شغفك اليوم للبنان وللطبيعه بشدك انك تعمل رحله ثانيه من هالنوع؟ على طول على طول هالشيء موجود فيي وعلى طول بفكر انه يمكن انا عملتها من الشمال لجنوب هيك لعملها من الجنوب لشمال مثلا تعملها من ثاني مين؟ لنغير لا على طول بحب روح بالطبيعه انا من الجامعه اللي بخيمه الخيام جاهزه دائما بروح حتى الخيمه نعم نحن بنعرف انك مغامر مغامر بتصور هذا اللي بيشدك كمان أكيد. الى الرحله فعلا كثير قبل ما امشي وذكرتها باول الكتاب انه في كثير ناس من القرايب قالوا لي يا عمي كيف رايح لوحدك مجنون انت كيف بدك تروح لوحدك وفعلا اذا الانسان ما عنده هالجرأه ما في ألفها وما في اخترعها ما فيها فجاه توصل لعنده يا ما عنده اياها يا ما عنده اياها وكان كان عندي ما عندي مشكله انه السكيورتي شو بده يصير ما عندي اياها المشكله وهالشيء مش معناته انه كل العالم لازم يكونوا هيك في عالم عندهم اياها في عالم ما عندهم اياها حسب كيف ربينا بشو قطعنا مزبوط صح فمن هيك قدرت اقوم فيها على كل حال نحن بنحب على طول يكون في موجود يعني ناس عندهم شغف للبنان وللبيئه وللطبيعه فبهي الطريقه نضلنا نطلع ونذكر العالم انه في شيء مهم جدا نحن عايشين حول لا بحب اقول شغله ذكرتيني بشغله كنت على الاوتوستراد هذاك اليوم وعاش يصير شخص عم يحمل كلينكس ساعه كلينكس ساعه كبايه كرتون ويكب صرت زمر له نزل علي خنقني انه ليه عم تزمر لي وشو بدك فيي عرفتي؟ انا حر ايه انه معلش عم بلفت لك نظرك انا طيب معلش طيب ما هيدي بلدنا طيب شو بنعمل هيك بنضل؟ صح يلا ان شاء الله الجيل الجديد يتعلم من اغلاط من اغلاط من هذا الزلمه من اغلاط من اغلاطنا نحن من اغلاطنا اول شيء اكيد نحن بيير بارد نتشكرك وان شاء الله نرجع نستضيفك لكتب جديده مشاهدينا الكرام هيك بنختم فقره كتاب لليوم بنبقى مع بريك اعلاني من بعده بنكمل فقرات العالم